يوم الأحد الساعة 10 بالليل لغاية الساعة 6 الصبح هنجتمع إحنا وعائلتنا من كل الخلفيات. يوم 20 عايزينكم تكونوا معانا، هنروح نعيد لله في أرض مصر. هنخرج ونروح نعيد ونقضي وقت جميل مع الرب. إحنا متوقعين عشرات الآلاف يجوا زي اللي جم يوم 11-11، وعندنا إيمان أكتر كمان. هنروح كلنا نحتفل بالملك، ملك الملوك، رب الأرباب. أنا جاي يوم 20-4 أحتفل بالعيد أنا وصحابي بقيامة الرب يسوع. أنا هاجي يوم عيد. تخيلوا بقى لما الكنيسة تيجي بكل طوائفها ومن كل الخلفيات واللي عندهم أسماء جميلة وتحتفل بقيامة المسيح معنا. عارفين إيه اللي هيجرى؟ هيجرى العجب، هيجرى العجب في يوم احتفال المسيح المقام.